سعيد جدا باستقبال الفنان الكوميدي بوعناني محمد. شكرا على هذا البيت الدعوة. اليوم رانا جيناكم من ولاية تلمسان. مرحبا بك. الله يسلمك بارك الله فيك. مشاهدينا بدون إطالة راح نشوفوا أول فيديو حضر معنا باش تعرفوا على موضوع اليوم. الصور من واحدة من دول عجزة بالجزائر تحديدا في ولاية باتنة. ورا المسؤول اللي مخلين هاد الناس يسابروفيت في هاد الناس المرضى هادو. نتمنى لك انت المدير، نتمنى لك ان شاء الله انت وجماعتك، نتمنى لكم اكثر من هاك. اما في مالو كيغ وراها الرقابه، وراها الرقابه فيها لا كومبليسيتي تما. انت كما تحب تقول على نفسك المرشح للرئاسيه، تو كان كنت رئيس جمهوريه وشفت هاد الصور اقسم بالله العظيم انا ندخل من الحبس كيما راهم ندخل من الحبس. والله العظيم ندخل من الحبس، ما نخليش واحد فيهم. كلمه بالك سيد بوعناني للناس اللي ترمموا لها في دار العجزه. انا نقول لهم اودي اذا بغيتوا ربي شدوا هذا والديكم، تعبوا عليكم وخدموا عليكم وكبروكم، هذا هو الجزاء. نورمالمون الجزاء تاع الوالدين، بنادم يبقى يزور والديه يسلم على باه ميده وامه ميده، علاه من عمي كيما هاك؟ هذه دعوة شر، هذا اللي يقيس والدي عليه دعوة شر. لو كان راك رئيس للجمهورية واش دير قانون للناس اللي تحطموا عليها في دار العجزة؟ يسو كونداني، يفوت لا جيستيس، نعاقبه. هذه يتعاقب عليها. انا نعطيهم بان دو 10 ا 15 دي بريزون. قسما بالله العظيم. لازم علينا نوريو للناس الفيديو الحصري لبرنامج جعل المكشوف من دار العجزه لبلديه بومعروف حصريا. خلينا نشوف. أنا ما نكذبش عليك، أنا والله راه قدامي قسما بالله العظيم والله ما نتفاهم أنا وياه. ما نتفاهمش أنا وياه كريم. خاطر الخدمة هذه اللي يخدمها كيما حرام أمه. والله العظيم أنا نضربه نغزر فيه. والله إلا غزرت فيه، والله إلا غزرت فيه. سكروشي كونتر. ما نكذبش عليك أنا ندخل فيه بكل صراحة، ولا هنا يوصلني باه ندير والديا زعما في ديك البلاصة. راح نكملوا مشاهدينا التحقيق في هذا الفيديو. احنا وجهنا دعوه للسيد يغرطة حسناوي. سيد يغرطة حسناوي هو مدير دار العجزه لبلديه بومعروف، هو اللي شفناها في الفيديو. ولكن احنا ما قلنالوش علاش جبناه للبرنامج، ما على بالوش بلي عندنا فيديو. نكملوا بعد الفاصل مع السيد حسناوي يغرطة ومزيد من التفاصيل. مشاهدينا فاصل ونواصل. السلام عليكم. تفضل استاذي. تفضل تفضل. قاعد هنا. السيد حسناوي غرطة مدير دار العجزه لبلديه بومعروف. انا عمي. انا شغلتين. بيان سور. مرحبا بكم. يلا درنا تاسون سيدي. دير تجربه صوت. تكلم باش يرقليو لك برك. واش تكلم؟ واش الموضوع؟ قول اي شيء. رحب او معنا الفنان الكوميدي بوعناني احمد. ومرشح لرئاسة الجمهورية. إيه الله يبارك. مرحبا بك. الله يسلمك بارك. وشرف لينا. الله يسلمك. أستناك. بس معنا مشاهدينا في برنامج عالم المكشوف، مازال حاضر معي الفنان الكوميدي بوعناني أحمد. مرحبا بك المرة الثانية. الله يسلمك بارك الله فيك ونشكر على الاستضافات الثانية. حاضر معي السيد حسناوي غرطة مدير دار العجزة لبلدية بومعروف. شكرا جزيلا قناة شروق على هذه الحصة. ربي يحفظكم. وشرف لي اللي حاضر معكم هنا. كيفاش تتعاملوا معاهم مع هاد المسنين؟ حنا نديروا كيما نقولوا قدر المستطاع باش نعطوا لهم الحنان، يعني نسيو نعوضوا لهم الحنان تاع ابنائهم، ونوفروا لهم الشروط ونهيئوا لهم الظروف المعيشيه يعني. اللي ما كانش منها كاع على حسب ما نشوف انا، ثم حقارين تاع حقار. لا هو ما شافش بيناتنا. ايه كاين، علاه ما كانش؟ تعرفني انت باش تكلم معايا؟ انا نعرفك على ما نعرفك. مين هنا؟ مدير تاع دار العجزه حقار. وانت شكون؟ حقار. وانت شكون؟ والله ندخل الحبس، اقسم بالله العظيم الا دخلت الحبس. انا هذا الموضوع اللي تهدر عليه لا يا سيدي، كش ما كاين بيناتنا. انت تعرف، انت تعرف.
صح بغيت نسقسيك انا. وسقسي على روح. انت بسيتك شو راك تكلم معايا؟ وترشح على رئاسة الجمهورية واليوم راني ضيف شرف. انت ضيف شرف؟ ايه. انا وسي ضيف شرف. ايه. هاك تسمع فيا. وسماك تتهم فيا انا بالعنف و سيد بوعناني عندنا فيديو حصري في البرنامج ماذا بينا تشوفوا معنا تفضل يلا واش من الفيديو هذا وين نشوف من دور من ها هاو بالأدلة والبراهين سيد حسناوي قمت بالتعدي على احد المسنين في المركز تاع بلدية بومعروف هذا اللي قال لك مش كيبيكم ايه ايه هذا كنت ولا هنا يلا واجبني واش انت ولا انا اللي بينا باللي هذا فيديو مفبرك مفبرك حسبي الله ونعم الوكيل فيكم قسما بالله العظيم والله العظيم اللي هدرك نهبط الحبس لا انت بروكيرو ارتاع شو ندخلك الحبسيه انت بروكيرو والله ندخلك انت بروكيرو والله ندخلك مين انت انت شكون انت بسيفتك شكون ايه اسمع انا نقول لك عارف مش راك تهدر كيف نقول لك عارف مش راك تهدر ها يا سيدي انا زعما بغيت نجيب لك امضاءات واش تجيب انت امضاءات واش تجيب انت امضاءات ها انت دابا قد عاصرين وتقول لي خلي لا مالك كاميرا كاشي شورو تي في حنا هكا حنا هكا وحنا يا هكا مالك 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 كيفاه مالك ما فهمتش ما فهمتش انا هذا الفيديو مفبرك ما تخافش الله ما تخافش الله يا استاذ استاذ نكملوا برك البرنامج هذا الفيديو مفبرك يا الحاج يا روحه يا الحاج يا روح الحاج راه في مكه يا هذا الفيديو مفبرك خاف ربي شو ممكن نخرجوا عند الباب نعرف شنو ندير معاك نكملوا برك البرنامج نستقبلوا عميد سعيد في البلاطو يلا هذا سلوك غير حضاري هذا سلوك واه من بعد تفضل صح صح هاك تشوف هاني شوف تهز انت تهز انت قنينة مياه معدنية تضربها بيا تضربها عليا قول قول اليوم نكشفك هذا الشخص يا جماعة هذا ما كاش يقولها اليوم نكشفك اليوم ها اليوم نكشفك تكشفني انا نكشفك يا انت نكشفك يا اش يقولها قدامي او ربي يحكم فيك كيفاه تضربنا قالك قالك انت برهانكم لك صديقين قلبك عامر بالايمان لا اله الا الله كيفاه هاتوا برهانكم لك صديقين هذا هذا ها هو قدام ايه هذا معاه واش نهضر مع هذا؟ ايه ها هو لا يشد فيك واش نهضر مع هذا؟ نهضر معاه انا يا استاذ يا استاذ لا 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 ضربك عمي بوعناني سير عليا ضربك على سير ضربك بوعناني من فضلك يا استاذ نحترم روحنا شويه واش صور اليوم نكشفك انا اليوم انا نكشفك هذاك راح يترشح للرئاسه هذا باش يولي رئيس شوفوا يا ناس تيرانيه بقانون مياه معدنيه شوفوا شوفوا يا جماعه هاو ليك ها خرجوا لنا انا على المباشر الحق شوفوا يا ناس شوفوا ها هاك درك في وجهك ادي روح ها روح روح يقابل قابل كامل يا استاذ ماشي من حقك يا ناس هذا كان مترشح فنان كوميدي ومرشح روح مالك روح هاو ضربني شوف تعدي علي سيد بوعناني شوفوا يا ناس شوفوا يا ناس ها لا تتعدى عليا نشكي بيك انا يا شوف يا استاذ من فضلك شوفوا ها خرجوا شوف. لنا بلاطو شوفوا يا جماعه ها هاولي هاولي ها بغى 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 زروط لي الهاتف نجي نروح مالك شوفوا يا جماعه هاولي ها هاولي كمان عيط لي عيط لي بغيت تعدى عليا شوف ها ها روح ها روح ها شوف يا ناس ها ها روح برك ما تنبه بالعنينة روح ها شوف روح ها هو روح روح برقة ما تنبه بالعنينة عيط لي عيط لي الأمن يخرجوا روح برقة ما تنبه بالعنينة مالك هذا حقار هذا هذا حقار عطيه العش عطيه العش هذا حقار انت هات شو يضرب معك يا استاذي لا 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 ما تمشيش ما تمشيش ماشي من حقك انا بغيت نتكلم معاك لحيدك 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 خويا ما احترمتنا ما احترمت المرشح تاع رئيس الجمهورية لا اسمع طق الراجل عليك طق الراجل عليك طق عليك الراجل يا بس انت شكونك خرجوه لنا بلاطو ما تلقوش ما تلقاش جمع على ولاد هذاك ولاد راهم عند الباب كيفاه ولاد راهم عند الباب
شوفوا يا ناس هذا بغى يتعدى عليه. هذا عدو الله، هذا ضرب المسنين تاع العزازة. شوفوا مليح، واليوم جبناه للبلاطو وشفناه في الفيديو. وهاو السيد اللي ضربه. نحاربك بالكلام انا. ساعة صورتني. صورتك ايه؟ ساعة غادي نتبعك قضائيا انا. لا تبع دروك نتبعك قضائيا. لا. دروك نتبعك قضائيا. لا تبعك قضائيا. والله ما خارجة مني الا تبعتك قضائيا. لا سيد. كان دعوة. كان دعوة تصورني. انت راك مترشح واش عرفني تصورت معاك؟ كان دعوة تصورني. انت راك مترشح. انت كان دعوة. وانت كان دعوة يديروا هذاك الفيديو من داخل المركز بدون تسريح. إلو دعوة. اه. علاش وانت كيما كانش الفيديو علاش تضرب الناس؟ كيف انا علاش تضرب الناس؟ راك تهم فيا بلي ضربت الناس؟ لا ياك راك تم راك تم انا راك تم هذاك انت هذا لا مكتوب اسمي هنا يا يا تما شوف يا سيدي يا وانا من حقي نصور نصورك ما تصورني نصورك ما تصورنيش انا باسكو قذفتني لا ما تصورنيش هذا قذف وراه القانوني ما تصورني نصورك انت تضرب الناس من شعيب عليك ما عندك ما تقضي لي خاف الله الغبينة اللي غبنت الناس اللي شفتها بعيني انا منك ما الغبينة اللي غبنت الناس اللي شفتها بعيني ما نسمح لكش وما يسمحوا لكش والقانون ما يسمح لكش شوف يا سيدي والله العظيم ما يسمح لك الطلقه مالك كيف الطلقه هي الطلقه سي بو عناني هاي من فضلك يا نديكم في سجن جيبوا لنا ادي الطلقه يا شوف دقيقه يا استاذ من فضلك او ضربنا هدايا قاع على بالك بلي عندك زر ولا ما على بالك هذه توسوست لك ها جاني توسوست لك ايه دعوه الخير هاي الحلم تاعك نقضيه لك يتبخر الحلم ديالك يتبخر الضيف ديالنا احمد بو عناني تقلق بزاف وقلبها في البلاطو وحاب يروح لدارو مي ديفيسيلمون واش عندنا رجعناه حتى وين قلنا له بلي رانا درنا لك في كاميرا كاشي ثقة حرة على الارتيست تاعنا الممثل بو عناني احمد بو عناني احمد خويا بارك الله فيك خويا بو عناني احمد ربي يحفظك بارك الله فيك والله يجازيك والشكر على هذا على هذه القيمة هذا البياج بارك الله فيك والله يعزك ربي يحفظك بارك الله فيك كان معنا مشاهدينا كما شفتوا الممثل الكوميدي بو عناني احمد هكذا نعم مرحبا بك خويا بو عناني الله يسلمك بارك الله فيك والله يجازيك على هذه الاستضافة انتم ناس زينين ناس في القيمة بارك الله فيك ونشكر بهذه القناة شروق نيوز ونشكر التقنيين نشكر المخرج والتكنيسيان ومام الاخ يشرف على البلاطو هو سي سليم سي سليم مام احمد مام عمي سعيد وعمي سعيد على كبرهم والله لا شفني ها شفني مسكين غادك يا خويا بارك الله فيك كما يقولوا هذا والله تريس دونك سي بو عناني احمد الاستمارات الاستمارات دونك سي بو عناني احمد انت جدنا من ولايه تلمسان بارك الله فيك تحياتنا لك وكامل ناس تلمسان الله يعزك وكامل المشاهدين اللي راح يتبعونا عبر قناه شروق في لاجيغي اونتيار كما نقولوا مام خارج الوطن هكذا بارك الله فيك ماذا بينا تمد ان ميساج للمشاهدين اللي يشوفوا فينا عبر قناة شروق على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إنسان يطيع طاعة الوالدين طاعة الوالدين هي أحسن لكم خاطر علاش الوالدين صبروا عليكم خدموا عليكم سهروا عليكم الليل مرضتوا بيتين قاعدين عليكم تهلوا في الوالدين وطيعوا والديكم خاطر الشيء هذا راه ما يدومش خاطر الوالدين هما الصح دونك مشاهدينا الكرام لحقنا نهاية عدد اليوم نضربكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس الوقت وفي نفس القناة صحة سحوركم سلام بارك الله سلام عليك الله يسلمك ربي يحفظك واسمح لنا